ماجي، أهلا وسهلا فيك. ماجي، كنت درزية، صح، تحولتي إلى شيعية لتتزوجي، صح، تركك زوجك مع أولادك، فل عانيتي كتير، عانيتي ما عانيتيه مع مع رجال الدين والمحكمة الجعفرية حسب ما بتقولي، صح، لما طلبتي الطلاق وحقوقك وحقوق أولادك. هون صار عندك نفور من الدين بسبب رجال الدين، كفرتي بالدين هون؟ إيه، وصلتي للإلحاد؟ جدا جدا كثير. اللي صار فيه وين إيمانك اللي بده يزعزع رجل دين او ممارسه فرديه؟ ما كنت كثير مؤمنه، كنت عادي في وجود الله. بتعرفي انه طائفه الدرزيه نحن ما عندنا مجبورين دراسه الكتاب او الصلاه، نعرف بوجود الله. نعم. لهيك كان سهل علي انقل للشيعة، ولانه انت نقلتي للشيعة لسبب مصلحه نزوج تجاري، صح، يعني فينا صح نقول 100%، مش عن قناعه أبداً. الشيعة. بس كل الحياه اللي مرقت فيها، وهو بعدين اكتشفت انه هو كتير بيامن، لقيت انه لا، ما في شيء اسمه ايمان عنده، يعني لا بافكاره لا بطريقته لا باحترامه. زوجك؟ زوجي. مو أسوأ شيء صار معك لحتى وصلتي لهالحقيقه من وجهه نظرك؟ الكذب والظلم. لانه اذا كذبوا عليك رجال الدين؟ رجال الدين اصلا ما عطوني حق، ما حكيوا معي. الكلمه الوحيده قال لي اذا انت طلقناكي اولادك وين؟ حيروحوا معك لانه انا درزيه ولا مسلمه؟ قلت له اذا بنتي انا حتقرر تتجوز وتعمل مسلمه، اول وحده اذا كان في جريمه حتكون بنتي، حاعمل فيها جريمه هالقد وصلت لكره انت لأ رح تقتلي بنتك بسبب كراهيه رب العالمين؟ اذا بدها تفوت، اذا ايه لهالدرجة، لهون وصلتي؟ ايه، لأنه ما في شيء اسمه الله كان بوقتها. بتقولي رجال الدين بيحكموا على المرأة بالإعدام باسم 100%. الدين، صح. معاملة رجال الدين تنعدمي كل يوم، وصلتك للكفر بالله، صح، صح، والإلحاد، صح، صح. ولكون أوضح، رجال الدين الشيعة، لأنك أنت كنت هون شيعية وعانيتي مع المحاكم الجعفرية وزوجك كان شيعي، صح. كيف عشتي الإلحاد والكفر؟ كنت كتير شرانية. شو يعني؟ وكنت ما احترم حدا من العالم، نكر العالم، اظلم، ما احترم حدا بصريخ بكفر كل الوقت، حتى لدرجة عندي كنت قاسية على اولادي حتى كتير. يعني كان في عندي إمكانية إنه خلص إذا في الله خليه يحميهم. بس أنت عم تصوري لنا ماجي إنه الملحد هو إنسان شرير، قاسي، ظالم، كل شيء ينعكس الله بدي أعمل. المفتي الشيخ أحمد طالب، مضطرة أرجع لعندك لأنه ماجي تزوجت من شيعي وعندها تجربة مع المحكمة الجعفرية والقوانين، قوانين الأحوال الشخصية وممارسات رجال الدين. اليوم اللي عاشته ماجي ما اسمه إرهاب نفسي، فكري، ظلم، ظلم. أول شيء خلينا نتفق أنه ما يسمى برجال الدين أنتربرنتاز مثل ما بتقولوا علي، يعني هن بشر عاديين غير معصومين، بس ما هن مواطنين حالهم، يعني عم يحكوا باسم الله. ما حدا بيقدر يحكي باسم الله، ما عندنا بالدين الاسلامي حدا بيحكي باسم الله كوكاله حصريه. حضره المفتي لما يطلع رجل دين يفتي جيد بقتل انسان، عم بيحكي باسم مين وقديه عم بياثر بناس؟ عم بيحكي باسم فهمه هو للنص الديني. بس عنده الديني. سلطه يملك هذه السلطة، منه الله معطيها، هو أخذها من القوانين والضوابط الموجودة بالقوانين. مين برده؟ مين منه برده؟ الدين، يعني بمعنى أنه هذا لما اليوم هو عم يتعاطى بشيء لا يمت إلى الدين بصلاة. لما تطلع فتوى بقتل إنسان ملحد أو كافر ونصير يحصل هالشيء، هيدا بشر هو فهم النص الديني بهالطريقة وصدر فتوى، هو مسؤول عنها. عم بتقول الدين برده؟ ما له علاقة، ما له علاقة الدين. يا أي دين حاسب رجل دين؟ عطيني حادثة بالتاريخ دين حاسب رجل دين الدين على فتوى. الدين منه مؤسسة ليحاسب، الدين هو قوانين وتشريعات ونصوص مقدسة، وضعية. خلينا بس كمان أنا اللي كل بدي أقوله رابعة، أنا اللي بدي أقوله اليوم الأشخاص اللي تصرفوا معه بهذا التصرف هن ناس غير معصومين،
وارد بحقه الخطأ، لازم يتحاسبوا. إذا واحد باسم الله زورا راح عمل ظلم بيجي بحكي على الله بقول له انزال، شو الله هو شخص لينزل يتدخل معي؟ كمان في فهم خاطئ للعلاقة مع الله. طب بالمسيحية رجال الدين بيمثلوا الله على الأرض، بيعترفوا لهم، بزوجوا، بيطلقوا، بيتحكموا بحياة البشر، هني بخدمة الناس وربنا عطيهم سلطان، ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في مع السماء، عطيهم سلطان الحل والربط، وعطيهم إنه كيف عطاهم هالسلطان؟ نحن يسوع المسيح، سيدنا يسوع المسيح سلم هذا السلطان لبطرس، ايه اللي هو كان من بطرس سلمه لرجال الدين، وبطرس بعده هالسلطان عم بينقل من بطرس لاخر مطران بيطلع بكره. هذا ايمان، بس انتم بشر ابونا، انتم بتخطئوا اوكي، نحن اكيد بشر، اكيد بشر، بس نحن بهذا السلطان نقدر نحن نخدم الناس. السلطه عنا هي للخدمه وليس للتحكم بالناس. كيف بتخدموا امرأة عم تعيش بعذاب بزواجها مع أولادها مثل ماجي مثلا، فرضا لو هي كانت بالمسيحية، مين انتوا اللي تقرروا حياتها؟ إذا هي قررت بدها تطلق، شو هالسلطان على حياة الناس؟ مسلط على حياة